رح نحكي اليوم عن اضطراب بيصيب النساء، عم نحكي عن التصاقات الرحم او كما يعرف بمتلازمه الشرمان. هي المتلازمه اللي ممكن تصير نتيجه اي اصابه ما ببطانه الرحم او بسبب بعض العمليات الجراحيه، وممكن تكون المضاعفات تسبب العقم او الاجهاض المتكرر. اليوم ضمن فقرتنا رح ناخذ نصائح كثير طبيه مهمه من ضيفتنا عن الاسباب والاعراض وطرق العلاج الصحيحه، تفاصيل كثير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الدكتورة سارة جنيات، اختصاصية بالأمراض النسائية وجراحتها. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا. يعني عم نحكي صباحي وصباح الجميع المشاهدين. عم نحكي عن موضوع كتير مهم دكتورة، عم نقول فيه التصاقات الرحم أو متلازمة باسم آخر. خلينا نخبر المشاهدين بداية نحن شو بنقصد فيها. هلأ الأشرمان سيندروم أو هي التصاقات متلازمة التصاقات الرحم، هي كابوس يعني مو بس موضوع، هي كابوس بالنسبة للمريض وللمريضة والطبيب حد سواء. هلأ هي المتلازمة بتصير نتيجة حدوث التصاقات بين جدران بطانة الرحم. هلأ نحن بس لناخد فكرة أنه شو هي بطانة الرحم. هلأ بطانة الرحم هي مثل طبقة إسفنجية غنية بالأوعية الدموية والأنسجة، تنمو شهريا ليتم التخلص منها عن طريق شكل دورة شهرية شهريا. وهي بطانة الرحم هي تعتبر مثل تربة، يعني انه خصبة بتنمو فيها البيضة الملقحة وبتتغذى منها لحتى يتشكل الجنين. فأي ظروف بتأثر على هي البطانة ممكن تؤدي لتحول هي التربة الخصبة لصحراء بور، يعني ما لها غير وظيفية، فبتؤدي لتشكل نسيج مثل تندب بين جدران الرحم وتؤدي لتدمير بطانة الرحم. تمام دكتورة، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن مفهوم هيدي المتلازمة اللي ممكن تصير مع كثير من السيدات اليوم، خلينا نحكي شو هي الأسباب يلي بتخلي السيدة فعلا تصاب بهي المتلازمة. كنا عم نذكر بالمقدمة انه نتيجة تعرض لعمليات جراحية معينة، نتيجة الولادة، نتيجة اضطرابات هرمونية. خلينا نوضح للمشاهدين بشكل مفصل شو هي الأسباب. هلا الأكثر سبب انه يعني متهم بحدوث هي المتلازمة هي العمليات الجراحية اللي بتكون على بطانة الرحم، سواء استئصال الأورام الليفية، ولادة قيصرية، أو بعد تجريف جائر بعد إجهاض أو ولادة، أو بسبب مثلا أثناء إجراء تنظير باطن رحم ممكن أنه تتأذى البطانة، أو ممكن بسبب أنه وجود اللولب لمدة طويلة وحدوث التهابات مزمنة ممكن تؤدي لهذا الشيء، وحتى إذا كان في عندي التهابات مزمنة بطانة الرحم. وحتى بحال إذا كان في عنا مثلا أنه بقايا، وجود بقايا مشيمية أو بقايا من حمل داخل الرحم ممكن أنها تتعضى وتلتهب مع الزمن، فبتؤدي لحدوث هاي الالتصاقات. طيب من الأسباب خلينا نحكي مباشرة بالأعراض، شو هي الأعراض أو الدلالات أو العلامات اللي ممكن السيدة فعلا هي تلاحظ وجودها اليوم عندها وفعلا تعرف أنه هي مصابة بهذا الاضطراب التصاق الرحم. خبرينا هل هي الأعراض اليوم بتفرق من سيدة لأخرى؟ خبرينا. هلا أكيد الأعراض تفرق من سيدة لأخرى حسب شدة الالتصاقات، وحتى إنه في ممكن إنه السيدة يكون عندها التصاقات بس تكون لا عرضية، يعني مو شرط إنه سيدة بتكون مثلا عاملة عدة عمليات، 6 قيصريات مثلا وما عندها التصاقات، يعني مو شرط انه عدد العمليات الجراحيه انه كل ما زادت رح يزيد الالتصاقات. بالنتيجه هاي الاعراض بتكون حسب طبيعه جسمها للسيده، انه هل هي قابله لانها تندب او لا. فالاعراض هي بتختلف من سيده لتاني، بتشمل الاعراض اضطرابات بالدوره الشهريه، يعني ممكن انه يصير في عندنا قله الطمس او حتى انقطاعه، وممكن انه بتؤدي لصعوبه بالحمل والعقم لانه بسبب انه هي البيضه الملقحه صعب انها تنغرس بهي البطانه، مثل ما حكينا انه التربه غير صالحه انه حتى تغذي هي البيضه الملقحه، او ممكن في عندنا صعوبه بانه وصول النطفه للبويضه، وممكن يصير عندها للسيده اجهاضات متكرره، ممكن يصير عندها حمل خارج الرحم، ممكن يصير عندها الام حوضيه مزمنه او الم اثناء الجماع، ممكن حتى انه تؤدي لمشاكل هضميه اذا كان في مثل امساك او اي شيء ثاني.
تمام دكتوري، ذكرتي كثير من الاعراض اللي فعلا ممكن تصير، ولكن كصبايا او سيدات يمكن ما يقدروا اليوم يعرفوا انه عندهم هي المشكله، خصوصا انه مشاكل اليوم الرحم عديده. طيب اليوم انا كيف ممكن اعرف هذا الشيء؟ ممكن نروح لعند الطبيب ايمت باي حالات؟ كيف بيتم تشخيص هيدا المرض؟ هلا اذا كانت العارضيه غالبا انه سيدي ما بتكتشف حالها انه هي عندها التصاقات لتعمل عمليه ثانيه بيقول لها الدكتور انه مثلا انت كان عندك التصاقات شديده او لا. بينما اذا السيده كانت عم تعاني من مشكله بالدوره الشهريه مثل ما حكينا، قله الطمس او انقطاعه، او ممكن اذا عندها مشاكل بالحمل، هون بتبلش السيده انه تستقصي انه انا شو السبب ليش ما عم احبل، انه فهيك بتبلش تستقصي بمشورة الطبيب. هلا الطبيب ممكن يوجهها انه من قصتها المرضيه يطلب استقصاءات ثانيه ليشخص هي الحاله. تمام. طيب ممكن تظهر هي المشكله المرضيه من خلال الايكو؟ هلا على الايكو انه حسب، يعني مثلا مثل ما قلنا هلا هي المتلازمه هي مو درجه وحده، درجات خفيفه متوسطه لشديده. هلا بالدرجه الخفيفه بتكون الاصابه بتشمل يا دوب ربع الرحم، المتوسطه من ربع لثلاث ارباع، الشديده انه بتسبب اغلاق كامل لتجويف الرحم. فهون بتظهر انه ممكن الايكو يصير في عندها تغيرات صدويه، يعني تغير بشكل بطانه سماكه بطانه الرحم، بتصير مانا منتظمه، او ممكن انه يصير في عندها تشوه تشريحي بشكل الرحم. تمام. دكتورة، خلال حديثك ذكرتي انه هي المتلازمة عم تكون خطر كتير كبير اليوم على الانجاب، ممكن كتير تسبب من العقم. طيب ما كان في حالات ابدا صار فيها حدوث حمل او لا؟ كان في نتائج ايجابية ام لا؟ هي حصرا فعلا هي المتلازمة هي ممكن تسبب العقم عند السيدات؟ هلا مثل ما حكيت انه هي بتسبب العقم لانه البيضة الملقحة ما عم تنغرس بشكل طبيعي ضمن البطانية، وفي عندي صعوبة بوصول نطاف لعند البويضة، فهي ممكن انها تسبب عقم، ولكن انه اكيد في علاج، ونحن اكيد ما لازم نفقد الامل، ودائما لازم نعطي امل للمريضة، بس العلاج بيعتمد على شدة هي درجة المتلازمة. هل هي بحالات الخفيفة المتوسطة ممكن اثناء العلاج انه تتحسن الحالة. تمام. بما أنه ذكرتي موضوع العلاج اليوم، شو هو بروتوكول العلاج المتبع اليوم من حضرتكم كأطباء؟ هلا بس بدي أحكي عن التشخيص أوسع، يعني أنه نحن أنه مو بس بالتاريخ المرضى والفحص السريري، لأن نحن بنلجأ للصورة الظليلة. الصورة الظليلة هي ممكن تفرجيني أنه قدي الالتصاق شدته وقدي مساحته، وهل الأبواق مفتوحة أو لا، وحتى بأثناء تنظير باطن الرحم. فنحن منشخص عن طريق هاي الطرق، وإذا استعصى الأمر ممكن أنه نحن نشخص عن طريق المرنان. بالنسبة للعلاج، العلاج عن طريق فك هاي الالتصاقات ممكن، فمنلجأ للجراحة التنظيرية، تنظير باطن الرحم بيد خبيرة طبعا وماهرة. ممكن انه نحن او في عنا اجراءات بتكون تحفظية، يعني مثلا انه انا عملت عملية قيصرية او عملت عملية استئصال ورم ليفي، فانا ممكن او اعطيها ادوية مثل هرمونات او مانع حمل منشان انه البطانة الرحم ما يصير عنا التصاق لبعدين. او ممكن انه نحن نحقن هيلورونيك اسيد، هذا الهيلورونيك اسيد ممكن انه يمنع من تكرار التصاق، يمنع الالتصاقات وبيسرع عملية شفاء البطانة. وممكن انه نحن نحط لولب، يعني اللولب انه مثل هو حاجز انه يمنع انه يلزق جدران الرحم ببعضها. فطرق العلاج حتى في اطباء انه ممكن يدخلوا كذا تكنيك مع بعض، يعني ممكن انه خاصه مع تطور العلم صار الليزر دخل لفك الالتصاقات. الليزر كثير ممكن انه يساعد بفك التصاقات متلازمه اشرمان، اول شيء لدقته، ثاني شيء نزفه اقل، نسبة الشفاء بتكون أسرع. فكتير أطباء لجأوا للليزر. فنحن النجاح العلاج هو بيكون حسب مثل ما قلت لك أنه درجة المتلازمة إذا خفيفة ومتوسطة، وممكن الطبيب يدمج طريقتين سوا، يعني أنا مثلا فك الالتصاق بالتنظير باطن الرحم مثلا أو بالليزر، وبعدها انه مثلا انا احقن هيلارونيك اسيد منشان ما تتكرر الالتصاقات، او احقن بلازما بي ار بي، بلازما غنيه بالصفيحات منشان حفز عوامل النمو لتتجدد البطانه وترجع وظيفيه.
يعني من خلال حديثك بنعرف انه اليوم في درجات لهي المتلازمه طبعا. ممكن يكون خفيف او متوسط او كبير. طيب اذا بدنا نحكي ذكرتي بموضوع العلاج انه نحن ممكن نلجا للجراحه، طيب نحن ما بنقدر نلجا كحل مبدئيا اول شيء للادويه ام لا ما رح اخذ اي نتيجه ما ايجابيه؟ ما بتوقع انه تفيد ابدا يعني او أبداً. طبيعه نمط غذائي معين نظام حياه ممكن لا ما نتبع. يعني التصاقات هي مثل ندبه بين جدران الرحم فهي بدها فك، يعني حتى ممكن انه نعمل عمليه الفك الالتصاقات عده مرات لاقدر فك، وممكن تكون صعب انه تنفك بالاساس لانه يعني الرحم اذا جرتي عليه رح ينسقب مثلا لا سمح الله او نعمل اذيه بالاعضاء المجاوره، فنحن ما لهيك عم اقول لك انه يكون بيد خبيره أكيد. يعني بالختام كنتي معنا الدكتورة سارة جنيات اختصاصية بالأمراض النسائية وجراحتها، شكرا لك لوجودك معنا لليوم ولكل النصائح الطبية يلي قدمتيها وأكيد بالصحة والسلام للجن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.